دعوني أقول هذا التحدي فقط 10 سنوات بحكومة منتخبة، لا مشكلة إسكان، لا مشكلة بنية تحتية، لا مشكلة تعليم، ولا مشكلة صحة، كل هذه تتصفح 10 سنوات. حسبوا رصاصتهم تقود عزيمتي، حاسبوا رصاصتهم تقود عزيمتي، فدم رصاص عزيمتي وكفاحي. إيمان قلبي هنا ولدوا، هنا حفروا تواريخاً على الشطر، هنا غاصوا، هنا زرعوا تفاح الشعب بالإيمان، هنا مروا، هنا ماتوا ليحيا العدل والإنسان. عصفت بنا بموطننا رويدك كل ظلم فارغ. لكي نحمي أراضينا لنغني ولنغاني موطنا الأتقى، للحر نبي الرجب. لقد كان معنا في العام الماضي واستقبلناه ها هنا. تقسطوا في الكيل والميزان، إن الأبي المستفيض جهاده هيهات يركع طيلة الأزمان. علي وياك، علي سيقال ضمن الجدل المنخفض المستوى الثقافي والحضاري، أنت والوفاق والجمعيات المعارضة لا تمثلون شعب البحرين ولا تمثلون الشيعة ولا يا حبيبي على عيني وعلى رأسي، لماذا لا نقطع هذا الجدل العقيم ونذهب نحن وأنتم إلى صناديق اقتراح أو استفتاء شعبي؟ تحت إشراف محايد، لأننا لا نثق في إجرائكم مثل هذه الاستفتاءات وأنتم تقولون لا تثقون فينا. دعونا نذهب إلى الجهة المحايدة ونستفتي شعب البحرين بسنته وبشيعته، ماذا يريدون؟ أي يريدون حكومة منتخبة أو يريدون حكومة تعين على رأسهم وتدير شؤونهم؟ مطلبنا أن ننتخب مجلساً وطنياً يتولى السلطة التشريعية والرقابية، ولا يشاركه في هذا الأمر مجلساً معين. فيقولون إيران، ويقولون طائفية، ويقولون عنف، هذه الثلاث الأمور التي يحاولون أن يكرروها يكذبون فيها وهم يعرفون أنهم يكذبون، ولكن ما في طريق. إذا ما قال هذه الكذبات
سيأتي السؤال مبسطا، لماذا لا تستجيب إليهم في حقوقهم الطبيعية؟ هذه أبسط الحقوق، هذه أبسط الحقوق، وهذا مصدر قوة قضيتنا. واحدة من الأمور، لماذا ننتصر برغم إمكانيتنا المحدودة؟ لماذا العالم جميعه يحترمنا؟ جميع العالم، الدنيا كلها تحترمكم، لأن مطلبكم عادل، واضح، بسيط. بقية الكلام بقية الكلام معتقلين ما معتقلين، رموا مولوتوف وأنا ضدها، ما رموا مولوتوف، ذهب تكلم في إذاعة ما تكلم في إذاعة، هذا كلام كله جدل وصفصفات لا قيمة له، ولم يغني عن أن الحقيقة بسيطة وواضحة ونحن مصرون عليها بدون أي احتمال أبدا، ولا نصف المئة أو نصف المليون. هذا هو مطلبنا، نحن شعب البحرين مصدر السلطات، ليس لأحد أن يسلبنا هذا الحق حتى لو كان أعدل الناس. الأحكام العرفية وما تلا الأحكام العرفية من جرائم، كل هذا بعد ما صار، أنتم ظالمون لنا لأنكم تقتصدون حقنا في تشكيل السلطات التنفيذية والتشريعية وبالقوة أيضا، يعني أيضا لا بدكم، والسلطة الأمنية بحيث تكون ممثلة وحاملة للوطن، ومن الطبيعي أن تكون سلطة قضائية مستقلة، يدخل في ذلك الإعلام ويدخل في ذلك كل الوزارات. فأنتم ظالمون لنا باحتكاركم لهذه السلطات، ومخالفون لدستور 73 ولميثاق العمل الوطني ولدستور 2002. فهذه من البداية هذه الرؤية، وظلمتمونا عندما سفكتم دماءنا بغير وجه حق، وظلمتمونا ولا زلتم تظلموننا عندما تعتقلون أبنائنا وبناتنا كبارنا وصغارنا بغير وجه حق، لأن مطلبنا حق وأنتم ظالمون في منعنا منه. ظلمتمونا عندما اعتديتم على أغراضنا ومناطق سكنانا وبيوتنا ومساجدنا وحريتنا وكرامتنا، ظلمتمونا ولا زلتم تظلموننا. هذا ليس كلامي، كلام المعارض في وجه نظام يعارضه، ولكن هذا قول واحد تجمع عليه الدنيا بأكملها، ابتداء من كل منظمات حقوق الإنسان العالمية صغيرها وكبيرها، وصل عدد من ثبت هذا لا يقل عن 100 منظمة حقوقية عالمية قالت بأن هذا النظام يظلم شعبه ينتهك حقوق شعبه. انتهينا إلى لجنة شكلها ملك البلاد قالت بأن هذا النظام ظالم لشعبه منتهك لحقوقه، وعدد أكثر من 50 انتهاك لحقوق الإنسان. وانتهينا أخيرا إلى المجتمع الدولي بأكمله في المراجعة الشاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن هذا النظام ظالم لشعبه منتهك لحقوقه الأساسية بما فيها وفي مقدمتها حقوقه السياسية التي تمكنه وتخول هذا الشعب في اختيار حكومته وفي اختيار مجلسه، وهذه المطالب التي ذكرناها. قال المشير إن عدتم عدنا وعدنا 200% قوة. سعادة المشير، سعادة المشير،
لتعلم أن في هذا الشعب قوة ومصادر قوة لم نستخدم حتى 50% منها. تعلم أنت ويعلم غيرك إننا لحد الآن هذه نقطة هذه محدودة. تعلم أنت ويعلم غيرك إننا أبناء رسول الله وأبناء أهل البيت علي بن أبي طالب والحسن والحسين وهذه الذرية وأبناء خيار الصحابة والتابعين. وتعلم أن تربيتنا مركزها الآخرة ورضا الله. وتعلم أن مجرد كلمتين بفترة شرعية يقدم من أبناء هذا الشعب عشرات الآلاف أنفسهم على فسوسهم الأمر ليس أمر قوة والأمر ليس أمر تحدي لا والله، ولكن نحن على حق وأنتم ظلمتمونا، فلا تعتقدوا إن بظلمكم وقمعكم وقهركم سيؤتي نتائج أن نتوقف عن المطالبة بحقوقنا أو تفر المؤسسة الرسمية اليوم من ضرورة الاستجابة إلى مطالب هذا الشعب مهما استخدمت من مصادر ضعف. ولو جاء مدرع الجزيرة ولو جاءت كل قوات المنطقة من أجل منعنا من حقنا لعجزت وسكت. الأمر خارج إطار التحدي، الأمر خارج إطار التحدي وخارج إطار ولكن الأمر فقط توضيح الواقع والصورة. قلنا لكم أيها الأحبة هذا السلوك غير قابل، الدنيا تغيرت كثير من الأمور والمياه جرت. لن تكونوا بقوة صدام حسين ولا بطش صدام حسين، نحن لا نريد لكم أن تكونوا ببطش صدام حسين، ولكن ولا القذافي ولا غيره، ولكن كل هذه التجارب التي قدمها الله لكم قادت إلى أنه لم يعد بالإمكان أن تكسر شعباً واعياً مصراً على نيل حقوقه بأساليب القوة. ولن تستطيع ولن تستطيع وأيضاً لن تستطيع لن تستطيع. نوع من شرح الأمر الواقعي ونصيحة الأخ لأخيه، ولن تستطيع أيها النظام أن تقوم بمناورات سياسية تقسم فيها المعارضة أو تشق المعارضة، فعقل المعارضة وتجربتها أصبحت أكبر من قدرتك ومن ألاعيبك، فاترك ذلك. فموضوع مثل الحوار الوطني وضجة إعلامية وبهرجة إعلامية وكلام في الصحافة ولقاءات وزيادة وبعدين حفل كبير وما شابه ذلك، شوف من ضعفك ما نحتاج إلى أكثر من تويت في كلمتين، كل جهدك هذا رقم.
ولم تستطيع تغييرات دستورية شكلية سطحية بطريقة مفردة كمناورة سياسية لتقول من بعدها للعالم بأنني فعلت. موضوع حقوق الإنسان صارت تجاوزات، جبت تقرير بسيوني وحليت الموضوع، قادرين بس بهالحدود نتيجة لوعي هذا الشعب، بس بهالحدود جبت لجنة بسيوني قلبت الطاولة عليك، سويت حوار وطني قالوا لك أنت كذاب وتتمسخر بعقولنا، هذا حوار، سويت تعديلات دستورية ضحك العالم عليك، تويت واحد هذه البرامج محاولة الانتفاع تنتهي. لذا أيضا لنترك القوة، لنترك محاولة تفريق المعارضة، لنترك محاولة الانتفاع على هذه المطالب، هذا ما عاد بالإمكان. أقولها ناصحا، أقولها مخلصا، أقولها صادقا، ما أريد أن تقص منكم ولا أريد أن أهين أحد ولا أريد أن أخذ حق أحد، ولكنني أريد حقي كشاب، هذا وامر حقي كشاب. تقول أنت قاعد تنازل السلطة التنفيذية، هذه حقي، تقول لي السلطة التنفيذية بغير تعيين، هذا أنت وامر ما في جدل. من يعتقد من الأسرة الكريمة أن هذه البحرة الاستثناء وهي مالتنا وإحنا نتحكم فيها، هذا يخرج خارج إطار التاريخ، والمفروض هذه الأفكار تروح المتاحف، ما عاد لها أرض في الواقع. ما في إمكانية أن تصير في مصلحة للسنة بروحهم، ومصلحة للشيعة بروحهم، مصلحة للإسلاميين بروحهم، مصلحة للعلماء، ما في إمكانية. في إمكانية أن تحقق مصالح الأطراف المختلفة بدرجات متقدمة، ونعيش في بلد إنساني يشعر فيه الجميع بأن مصالحه محفوظة، ويشعر فيه الجميع، هذا ممكن، هذا ممكن، ما يتحقق في الدنيا كلها. أحبائي شركائنا في الوطن، إخوة، إخوة ونفس واحدة، مو بس إخوة، نفس واحدة، مصلحتي مصلحتك، ما يضرني يضرك، ما يضرك يضرني، ما يسوءك يسوءني، صدقني إنني أستاء لأن ابنك لن يجد ما وجدت أنت، وأنت ما وجدت إلا الفتات، ماذا وجدت؟ وجدت انتظار 20 سنة إلى بيت إستاذ، وجدت أن شخص لأنه من الأسرة الفلانية يجي ويأخذ المنصب فوق راسه وإنت عندك الشهادة وعندك جسمك، وجدت أنك لابد أن تمشي وراء طفل عمره 7 سنوات لأنه من الأسرة الحاكمة ويجب أن تقدر يدها. ماذا وجدت؟ شو اللي يخليك تقول مصلحتك؟ شو مصلحتك؟ وظيفة؟ وظيفة إذا قدمت لك على دماء، وقدمت لك على ظلم، وقدمت لك، شو قيمة 500 دينار؟ شو إنسانية 500 دينار تأخذها بهذا؟ بتأخذ 500 دينار وبتأخذ 1000 دينار في دولة إنسانية، بتأخذ 500 دينار وألف دينار البلد فيها خير، البلد فيها خير، احنا 500,000، احنا شركة واحدة من هونداي، من بعد ما نجي بعد هونداي نزلها شركات من هالصغار، شركة واحدة توظف كل الديرة وتخلص الموضوع، ما هي مشكلة حقيقية. تعال حط ايدك في ايدي، انا غلطان، عندي اغلاط، انا عندي اغلاط، انت عندك اغلاط، سامحني، اسامحك مع ما شوف. واحد يغلط سياسيا انا اضرب له تحيه، خصمي يغلط سياسيا اضرب له تحيه، لكن واحد ينتهك عرض هذا يجب ان يحاسب، هذه مساله ثانيه. واحد يهدم المسجد يحاسب. الموضوع سامحني فيما اخطا، اسامحك فيما اخطا، انا اجتهد سياسيا، تجتهد سياسيا، حط رايك على رايي، وتعال نبني وطن.